نقطة كمان مهمة جدا بالنسبة لمنتخبنا، قبل ما ننتقل بقى للحديث عن مباراة الأهلي والهلال، منتخبنا الوطني خلال الفترة اللي جاية عنده أجندة فيها في شهر 6 وفي شهر 9، عندك مباراتين، هتلعب مع غينيا وهتلعب مع إثيوبيا. يمكن من المفارقات الطريفة يعني إثيوبيا لما حبت تلعب مصر لعبتها في ملاوي، إثيوبيا لما حبت تلعب ملاوي لعبتها في لما حبت تلعب غينيا لعبتها في المغرب. فأنتوا عارفين طبعا قوة مصر واسم مصر، لما أي منتخب إفريقي بيحب يلعبك أكيد بيختار بقى أسوأ الأماكن وأفضل الظروف اللي ممكن تكون متاحة ليه هو. ولما لعبت إثيوبيا مصر لعبت في نفس الملعب النهاردة اللي مصر اتلعبت فيه منتخب ملاوي، فمع إثيوبيا خسرنا على نفس الملعب، والنهارده مع ملاوي على ارضها وسط جمهورها في الملعب اللي خسرنا فيه قدام اثيوبيا كسبنا النهارده 4-0. فالفكره بالنسبه لنا مش مرحلين زياده عن اللازم، ولا احنا شايفين ان مستوانا افضل من مستوى ملاوي وده الطبيعي، لا، في عوامل خارجيه كانت بتسبب نتائج سلبيه للمنتخب في السنوات السابقه. النهارده احنا بنقول بدانا على الطريق الصحيح، ان في نفس الظروف وفي نفس العوامل لا فيتوريا ليه بصمه. طبعا لسه المشوار طويل، لكن نجاح المنتخب على فكره هينعكس بشكل ايجابي على نجاح الانديه المصريه، لان الاهلي تحديدا في السنوات اللي فاتت كلها كان حاله استثنائيه. فنتمنى ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه يكون نجاح المنتخب ونجاح الاهلي عشان يرسم البسمه كده على شفات كل المصريين باذن الله. والحقيقه برضو جزء مرتبط بالمسابقات المحليه او حتى القاريه، وانا بشوف ده واحد من التحديات اللي قدام روي فيتوري، لانه الحقيقه الراجل محتاج كمان يشتغل اكتر ويجرب اكتر ويلعب مع مستويات مختلفه ومدارس مختلفه. انت في النهايه كل المواجهات اللي انت مريت بيها كانت عربيه او افريقيه، ما احتكتش غير يمكن او هم اللي احتكوا او هم اللي اختاروا ان هم يلعبوا معاك ماتش بلجيكا قبل ماتش كاس العالم. لكن احنا محتاجين مدارس مختلفه، محتاجين نلعب مع اوروبا ونلعب مع اسيا ونلعب مع امريكا اللاتينيه، وده طبعا في ظل ضغط المباريات في المسابقات المحليه وارتباطات الانديه في المسابقات القاريه بيبقى صعب كده. فعلى الناس انها تراعي الامور دي فيما يتعلق بمشاركات المنتخب واستغلال القصه بتاعه الاجنده الدوليه في اتاحه فرص للمنتخب للاحتكاك بمدارس افضل واقوى.